بمناسبة الأب والأم، وأنت دلوقتي بتقولي ماما وزعت لي أغاني سيد درويش، أيوة لا أيوة. احكي لنا بقى عن علاقتك بماما، وأول مرة نسمع واحدة ست موزعة، يعني دايما الأسماء لا الكبيرة كلهم مؤلفة كمان، رجالة. يعني هي مؤلفة؟ ألفت طبعا وعملت مؤلفات لسيد درويش للبيانو فقط، لآلة البيانو فقط، جميلة، تنويعات على ألحان لسيد درويش، يعني جميلة جدا. لا أنا والدتي من زمان بتحب تألف حاجات، ووالدي الحقيقة كمان كان ليه دور في الموضوع ده، أو أنت وماما. لأنه أيوة ده في البيت، وإحنا بنعمل تجارب على البيانو مع بعض، بنلعب 4 أيدي، وهي دمها خفيف، هي دمها خفيف ومش بتسيبني، بتزقني. الفيديو ده دمه خفيف جدا. كان عايزة يتصور من قدام بس شوية، تصور من انا حطيت الجنب. الفيديو، انا كنت نفسي الناس يشوفوا الشخصيه اللي انا عايشه معاها طول حياتي، هي امي وفي نفس الوقت فنانه بقى جدا، يعني فنانه وشخصيه قويه جدا ومعلمه جدا، وعندها البرفكشن في الشغل، يعني المجهود والاجتهاد والعمل والدقه في كل تفصيله. فانا كنت حابه الناس ايه يشوفوا ازاي لما بشتغل معاها يعني مش بتسيبني في حالي، وعندها دقة رهيبة في الشغل، أنا اتعلمت منها كل ده. وأهم حاجة بيني وبينك بنفتقدها في أي شغل، الدقة. فحلو جدا لما الدقة نتقن والعمل، الدقة. بالظبط، والعمل والاجتهاد المستمر عشان يبقى أحسن، علشان العمل ده يطلع أحسن، يعني لا أكتفي بمجرد بس إيه يدوبك النص نص، لا لازم نوصل، نحاول نوصل لأقصى المثالية، البرفكشن اللي ممكن نوصله، وده هي اللي علمته لي يعني طول حياتي. طب ما تيجي نطلع نشوف الفيديو ونشوف في لغة الحوار عاملة ازاي بينكم. سمر سمر انا خلصت لوحدي. حلو جدا ان يكون معاك حد بيذاكر لك فن في البيت، بس انت مطلعه حرام ان انت جعانه، هو قعدتك طبعا ساعات طويله. هي كانت، انا من صغري طبعا يعني على قد طبعا بعشق البيانو زي اي فنان موسيقي، لكن في نفس الوقت كان في تروما شويه، يعني اللي هو لازم اذاكر لمده ساعات طويله، البيانو محتاج صبر رهيب، وهي كان عندها اصرار عشان هي شايفاني كنت موهوبه في البيانو بالذات، فكان دايما يعني في اصرار كده وفي شويه ضغط معمول، بريشر معمول، فكان دايما اللي هو طب انا عاوزه اروح مثلا العب، عاوزه اروح العب مع اصحابي، عاوزه اروح اعمل حاجه تانية، جعانه، ففي ده موجود من طفولتي، فحبيت برضو اترجمه ازاي ان هي يعني بتبقى عندها الاصرار ده، وفي نفس الوقت انا يعني في حته دمها خفيف كده.